لسه بنكمل حلقتنا مع حضراتكم. عدنا مع فقرة حول التكنولوجيا والجديد فيها وهو شات جي بي تي. ناس كتيرة قالت أنه ممكن يكون بديل لجوجل. حضراتكم مدركين محرك البحث العالمي اللي كل الناس ما تقدرش تقريبا تستغنى عنه بخلاف الصين، محرك جوجل ممكن يكون بديل ليه هو شات جي بي تي؟ والحقيقة هو مش مجرد بديل، هو في طفرة كبيرة قوي وذكاء اصطناعي كبير وراء هذه التقنية الجديدة. خلينا نتعرف عليها وعلى تفاصيلها، وهل هي بتخدم البشر ولا ممكن تكون سلاح ذو حدين وليه تأثير سلبي أيضا. بينضم لينا عبر تطبيق زوم دكتور محمد الحرسي، مستشار التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. أهلا بحضرتك يا دكتور معنا. أهلا بحضرتك يا فندم، بشكركم الاستضافة دائما الكريم. طيب أستاذ محمد، خلينا بداية كده نشرح للناس كلها إيه هي تقنية الشات جي بي تي وليه قلبت العالم كله؟ يعني خليني أقول إن تقنيات الذكاء وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إحنا يمكن في سنوات كثيرة دي، يعني شات جي بي تي نتيجة يعني كل المتخصصين والخبراء في تكنولوجيا المعلومات كان متوقعين الوصول إلى هذه النتيجة، لأن كثير من الاستثمارات الحقيقة خلال سنوات فاتت يمكن أكثر من 10 سنوات كانت الحقيقة بتوجه للاستثمار في البحث والتطوير في التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، ومنها طبعا الذكاء الاصطناعي. خلينا نقول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عشان نبسط بس كده للسادة المشاهدين، وخليني يعني أبني على الكلمة اللي حضرتك قلتيها أن كل شيء دايما سلاح ذو حدين. يعني هنتكلم زي ما منصات التواصل الاجتماعي لها سلاح ذو حدين، زي ما الإنترنت برضو ليها المميزات وليها العيوب، فبالتالي احنا دايما كل التكنولوجيات الحديثة أو الجديدة علينا الحقيقة ليها امتيازات كبيرة جدا وليها برضو مدار مهم المشاهدين يعرفوها. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي قدرة تكنولوجية قادرة على معالجة وتحليل الكم المتراكم من البيانات والمعلومات من خلال مصادر للبيانات مختلفة. وعندنا مصادر البيانات والمعلومات مختلفة، منها مثلا الانترنت، منها منصات التواصل الاجتماعي، منها التطبيقات، منها الأجهزة المتصلة من خلال تكنولوجيات الانترنت الأشياء وخلافها، زي ما احنا بنقولها كده يعني بكل بساطة الأجهزة حاليا بتكلم بعضها، فعلا ده من خلال تكنولوجيات زي انترنت الأشياء وغيرها من اللي بتمكن يعني الأنظمة والأجهزة أنها تتبادل فيما بينها بيانات ومعلومات. فبالتالي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مبنية على برمجيات وخوارزميات قادرة على بقى معالجة الكم المتراكم من البيانات والمعلومات وإعطاء نتائج واستنباط نتائج. وحقيقة يعني وصلنا لمرحلة تكوين رأي. تكوين رأي هنا عشان نبقى واضحين، تكوين رأي يخدم الهدف الخاص بحضرتك. يعني حضرتك بالحقيقة بتسأل زي ما احنا بنشوف تشات جي بي تي بنوجه له بعض الأسئلة في نطاقات مختلفة أو عايز أحصل على معلومات مختلفة، فبالتالي بيبدأ يجمع لي البيانات والمعلومات من مصادر متنوعة. يعني القدرة البشرية لم تستطيع الحقيقة أنها عشان تبحث وتجيب المعلومة في اللا زمن في اللا وقت تاخد أوقات كبيرة جدا. يعني نقدر نقول إن هو عبارة عن زي موقع إلكتروني بيبقى فيه محادثة مع الموقع ده وبطلب منه أي حاجة حتى لو رأي، هو ممكن يديني رأيه؟ لا، لو يعني هنعرف شات جي بي تي بهذا الشكل، خليني اقول شات جي بي تي هو منصة، يعني حاليا هو منصة وتطبيق مبني على حاجة اكبر، وهو مشروع اكبر اللي هو اوبن اي اي اللي احنا يمكن شفنا مايكروسوفت ضخت حقيقة خلال الفترة اللي فاتت استثمارات بالمليارات الدولارات في هذا المشروع. تشات جي بي تي جزء أو نتيجة من هذا المشروع الأكبر. بكل بساطة في له خصائص كثيرة وتطبيقات كثيرة، منها المحادثات. يعني فكرة المحادثة، فكرة أنه يعتبر كمحرك بحث، أن أنا أقدر أبحث عن معلومة أو بيان. عايز أوضح بس هنا الرأي مش رأي الذكاء الاصطناعي، يعني الرأي نتيجة استنباط النتائج والمعلومات اللي بتخدم الهدف البحثي أو الهدف اللي أنا عايز أوصل له كمستخدم. يعني بيقدر يربط الخيوط أكتر ببعض يا أستاذ، يعني بيربطها مع بعض يا أستاذ محمد. طيب بالظبط يا فندم، يعني كأن دلوقتي هو جنسيته أمريكية مظبوط؟
يعني هذا المشروع حاليا كمان يعني الاساس في امريكا، وهناك زي ما وضحت استثمارات كثيره من دول مختلفه ومن شركات عالميه بدات انها الحقيقه تضخ في هذا المشروع الخاص باوبن اي اوبن اي اي المندرج منه طبعا تشات جي بي تي. وطبعا شفنا تشات جي بي تي ما اصبحش مجانا خلال الفتره اللي فاتت، هو كان فتره يعني تجريبيه والكل استخدمه، وهناك الحقيقه مراحل بقى مدفوعه، واحنا قلنا ان ما فيش شيء مجاني في هذا العالم بعد يعني تماما، وكل شيء الحقيقه بيخدم احتياجاتنا هندفع مقابل طبعا استخدامه. وهنا في جزء المضار لهذا الموضوع اللي هو مسبب حاله من الفوضى والجدل، ان انا اقدر استخدم الحقيقه التطبيقات زي تشات جي بي تي في ان انا اقدر احصل على بيانات ومعلومات سهله بشكل سهل. طب لو انا عايز الحقيقه اعمل بحث في مجال معين، وكثير من الجامعات كانت متخوفه، في بعض الجامعات اختلفت، بعض الجامعات الحقيقه قالت ان دي فرصه ان نمتلك اداه قويه جدا ان احنا نتعظم من القدرات البحثيه. وعلى فكره هو ده الهدف الاساسي، انا عايز افرق هنا ما بين قدره العقل البشري وفكره ان الذكاء الاصطناعي هيكون بديل عن العقل البشري. طبعا في وظائف ستنتهي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات ستكون بديله، وممكن لو في وقت نشير ليها، ولكن تمام. العقل البشري مصمم انه يقدر يبتكر ويخترع ويبني أنظمة وقدرات تكنولوجية عشان تساعده وتسهل عليه حياته. طيب دكتور، خلينا كده ندي بعض النتيجة الطبيعية، ندي بعض الأمثلة للكل علشان لو حد ما جربش التقنية ولا قرأ عليها خلال الفترة اللي فاتت ولسه بيتعرف عليها معانا، عايزين ندي أمثلة كده ليه هو مختلف، ليه شات جي بي تي مش زيه زي أي شات عادي مثلا اللي هو دلوقتي بقى حتى تقنية على فيسبوك ردود محفوظة أو الكلام ده كله، إيه الاختلاف في شات جي بي تي، وكان إيه الأمثلة اللي قالت إن لا هذه التقنية مختلفة؟ طيب خليني اقول لحضرتك، يعني انا من ضمن المستخدمين، واحد يعني من المستخدمين حول العالم لبعض التطبيقات اللي كانت بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، كانت بتقدم نفس الحقيقه الخدمه. وهناك بعض التطبيقات يعني زي مثلا كان تطبيق معروف اسمه ريبليكا، انه قادر ان انا اقدر اساله بعض الاسئله ويجاوب عليها الحقيقه ويديني بيانات ومعلومات مختلفه. زمن الاستجابه مختلف جدا، احنا شفنا تشات جي بي تي من بدايه ان حضرتك توجهي السؤال او توجهي طلب المعلومه والحقيقه يقدر يستجيب لحضرتك ببيانات ومعلومات وكم كبير من البيانات والمعلومات في زمن يعني قصير، يعني قصير جدا. ده الحقيقه تطور مذهل. فكرة الدقة الحقيقة الأكروسي هنا، فكرة إن أنا يبقى في دقة إن أنا أقدر أوصل لكم كبير جدا من المعلومات وأقدر أوظفها لاحتياج حضرتك وأقدر أطلعها في مخرج نهائي دقيق جدا بنسبة كبيرة جدا، ده ما كانش موجود قبل كده. وهو ده الحقيقة اللي عامل صدمة، إن تشات جي بي تي حتى كان في على منصات التواصل الاجتماعي تنافس على ايه السؤال اللي مش هيقدر تشات جي بي تي يجاوب عليه، واحنا شفنا يمكن بالمناسبه المصريين كان ليهم يعني بصمه، كان ليهم يعني باع طويل بالظبط في هذا، وكان بيحاولوا يتحدوا تشات جي بي تي. وهنا بقى فكره ان حتى التحدي لهذا النمط من التكنولوجيات هو بالحقيقه بيزود قوته وقدرته على فهم احتياجات المستخدم، لان الذكاء الاصطناعي مثله هنا انه بيحصل يعني بيتعلم احتياج المستخدم، بيتعلم انماط جديده من البيانات والمعلومات، بيبدا يفتح مصادر بيانات جديده، ويبدا الحقيقه يحسن من فكره الاستجابه، فكره انه يربط البيانات والمعلومات دي مع بعض، فكره انه يطلع الحقيقه اوتبوت او مخرج في وقت يعني يعني حقيقة احنا مندهشين لفكرة انه يقدر يديني هذا الكم من البيانات والمعلومات المرتبط ببعضه في صورة مخرج، زي مخرج بحث كامل، مخرج عن موضوع انا عشان اقدر ان انا ابحث في هذا الموضوع محتاج الحقيقة ايام عشان ابدأ استخدم محرك البحث جوجل عشان ابدأ ادور في مواقع مختلفة وابدأ بعد كده الحقيقه ربط هذه المعلومات ببعض. فتشات جي بي تي قدر ينجح ان هو يعمل ده، وعلى فكره ده مش نهايه المطاف، يعني تشات جي بي تي وغيره من المشروعات او التطبيقات التي ستنتج عن ده الحقيقه خلال الفتره الجايه احنا يمكن هنندهش اكثر من القدره على التعامل مع ده، قدره التعامل مع الوسائط المتعدده. احنا شفنا تطبيقات
اللي هي تقدر اقول يعني اكتب مثلا جملة معينة فيبدأ يطلع لي صور تتناسب مع الجملة. يعني حضرتك حضرتك قلت ان هو بتخيلي ما كم بيقفش قدام اي حاجه، ولكن زي ما قلنا المصريين عرفوا يوقفوا شات جي بي تي. يعني لو هنذكر كده بعض من الامثله المصري حب ان هو يتفزلك بيها على التقنيه دي، انا يمكن قريت واحد من الاسئله، واحد بيكتب سؤال طبعا بالانجلش علشان يرد عليه، بيقول له دلوقتي مامت احمد عندها 5 اولاد فلان وفلان وفلان، اسم الطفل الخامس ايه؟ شات جي بي تي طبعا مش مقتنع ان مامت احمد ده مش اسم، فبالتالي معرفش اسم الطفل الخامس، فقدر المصريين يوقفوه. وهنا تحدي اللغة، واعتقد ان ده هياخد وقت كبير جدا. تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي اللي بتقدر تتعامل مع اللغة العربية او حتى اللهجات، لان احنا عندنا اللغة العربية مختلفة على مستوى الدول العربية، اللهجة المصرية او العامية مختلفة، فبالتالي ولكن انا التكنولوجيات مش بعيده عن انها تقدر تشتغل على ده وتتعلم ده وتقدر تطور من نفسها. هدي لحضرتك مثال، اما الفيسبوك قادر ان لما حضرتك يعني تتيحي مقطع فيديو على الفيسبوك وحضرتك بتسمعيه وحضرتك عامله ميوت على المقطع الفيديو، بنلاقي ترجمه، صحيح، ترجمه باللغه الانجليزيه سبتايتل يعني على الفيديو. حضرتك لو نتابع الموضوع ده كده هنلاقي دقة الحقيقة الترجمة للغة الإنجليزية اللي موجودة في الفيديو الناطق باللغة العامية، اللي زي الحوار اللي ما بيني وما بين حضرتك النهاردة، تمام؟ الحقيقة دقة أنا تابعت هذا الموضوع في بداية الحقيقة هذه الخاصية، وخلال الفترة اللي فاتت يعني في خلال 6 شهور اللي فاتوا الحقيقة دقة الحقيقة ترجمة اللغة العامية دقة يعني متناهية، لدرجة إن ده عشان نوصل له إحنا كنا محتاجين هذا الفيديو إنه يتحول للغة العربية ثم يترجم للغة الإنجليزية ثم مونتير يبدأ يوقع أو يبدأ يشتغل على الترجمة على الفيديو. ده بيحصل في ثواني الحقيقة أو في خلال دقيقة بعد بداية نشر المقطع المصور. فبالتالي السوشيال ميديا أو الفيسبوك تعتمد على تكنولوجيات ذكاء اصطناعي خاصة بها الحقيقة، وهو ده اللي احنا بنقوله، ان كل هذه التطبيقات وكل هذه التكنولوجيات هتنتج عن الحقيقة قدرات كبيرة جدا جدا خلال الفترة الجاية، وده ما يخليناش ان احنا نخاف، لان خلينا ان احنا نعتمد تاني العقل البشري. وهأكد للسادة المشاهدين، العقل البشري هو تم تصميمه الحقيقه يعني من الله عز وجل، يعني ان احنا قادرين على ان احنا نخترع ونبتكر ونبني طبعا الحقيقه قدرات تساعدنا احنا كبشر على ان احنا نستكمل الحياه وان احنا نطور من نفسنا. ولذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بتدخل في كثير من العلوم التطبيقات الكثيره في المجالات الطبيه وخلافها. استاذ محمد خليني اسالك، احنا كده عرفنا ان اللهجات بتعيق تقنيه الشات جي بي تي، ولكن اللغات المتوفره عليه حتى وقتنا هذا هي اللغه الانجليزيه فقط ولا في لغات تانية؟ الحقيقه اللغه الانجليزيه هي المستخدمه حاليا على شات جي بي تي. يعني خلال الفتره يمكن خلال الاسبوع الفات احنا كنا بنتابع ان هيكون التطبيق او المنصه تكون متاحه لكثير من اللغات فيما بعد، ويعني هناك حديث عن انه سيستطيع ان يتعامل مع اللغه العربيه في القريب العاجل. نتمنى ان يكون ده متاح طبعا باللغه العربيه، ونتمنى أكيد. ان المدارس، نتمنى من الجامعات انها تبدا الحقيقه توعي الطلاب والدارسين والباحثين على ان دي قدره لو هنستخدمها نستخدمها في الحقيقه تعظيم قدراتنا في الوصول للمعلومه والتعلم، لان الحقيقه طيب. في منصات برضو عايز اقول مجانيه بتساعدنا في ادوات البحث الحقيقه والتدقيق و التعلم والابتكار. هل هو ممكن يكون بديل لجوجل في ظل ان احنا شايفين ان هو دلوقتي ما بقاش مجاني، لكن جوجل خدمة متاحة للجميع بشكل مجاني، هل ممكن يصبح شات جي بي تي بديل لجوجل؟
خليني اقول جوجل تمتلك قدره تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل اليكسا يعني المعروفه، وهو يعني ده بيكون في صوره جهاز اقدر استخدمه، حتى اقدر اربطه بيه لو عندي سمارت هوم او بيت ذكي، ويقدر الحقيقه يجيب لي يعني كم من البيانات والمعلومات، ويقدر انه يتفاعل ويقدر يشتغل فيه عمليات تشغيل زي ما احنا قلنا بيرتبط بيه المنازل الذكيه وخلافها. لكن محرك البحث التقليدي بشكل جوجل، جوجل كمان يعني في تقارير دوليه بتتكلم عن ان جوجل الحقيقه شكله هيتغير خلال الفتره الجايه، لان تجربه المستخدم اختلفت بعد استخدامه للتشات جي بي تي وخلافه من التطبيقات المعتمده على الذكاء الاصطناعي، فسلوك البحث هيختلف، فما ينفعش ان جوجل يفضل بنفس الشكل، لان سلوك المستخدم وتوقعاته وقدراته بقت مختلفه، فلازم جوجل الحقيقه تتوافق مع ده. لكن جوجل تمتلك تكنولوجيات واليات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الاساس يعني. طيب تخوف كبير يا أستاذ محمد من فكرة أن هذه التقنية تعمل مزيد من الفجوة الاجتماعية، خاصة أن في ناس بتستخدم الشات اللي هو مع الروبوت بهدف المحادثة، أن في حد يكون بيشاركه يكون بيشارك معاه الحوار، فبالتالي خطورة وجود هذه التقنية على الصعيد الاجتماعي ممكن تكون إيه؟ خلينا أقول إن استخدام التكنولوجيات المتطورة، وهركز هنا كمان يعني منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل المباشر، بالتأكيد عملت فجوة اجتماعية كبيرة جدا. طبيعة يعني أنا بشوف الأجيال الجديدة الحقيقة عندهم صعوبة إنهم يتفاعلوا ويتواصلوا مع بعض، لكن بيبقوا متفاعلين ومتواصلين مع بعض وهم بيلعبوا ألعاب تشاركية مع بعض على الموبايل أو بيكلموا بعض على الواتساب وخلافه، او حتى على السوشيال ميديا موجودين في اماكن بنتصور اكتر ما احنا بنعيش لحظات سعيده في المكان. فكره كمان زي ما حضرتك وضحتي هناك تطبيقات، انا 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 جربت الحقيقه تطبيقات، فكره ان انا اكلم روبوت او اكلم تقنيه ذكاء اصطناعي وتقدري حضرتك تعملي محادثه تليفونيه كامله يعني، وتطلبي بيانات ومعلومات وتحاولي انه يتحول الى مساعد افتراضي لحضرتك يقدر يساعدك في جدوله اليوم وخلافه. طبعا ده يعني الحقيقه زي ما بيسهل لنا الحياه زي ما بيدينا صعوبه اكبر ان احنا نتعامل في ظل هذا الزخم من التقنيات اللي بتخلينا منعزلين اكتر. فالحقيقه الشخص اللي يقدر الحقيقه يواكب او يجمع ما بين الحياه الطبيعيه جدا والتفاعل المجتمعي وما بين الحقيقه التقنيات الحديثه وتعامل افتراضيا، اعتقد هيبقوا يعني من الناجين خلال الفتره القادمه. ودايما احنا ندعو ان الاطفال من منذ الصغر ان هم يتربوا على ان يبقى جزء كبير من حياتهم يعني في تفاعل اجتماعي تفاعل بشري. الميتافيرس احنا يمكن بنقول كويس انها اتاخرت شويه في انها تنجح انها تستحوذ على يعني كل المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، اتاخرت شويه نتيجه ان الناس كانت خارجه من كورونا حقيقه كانت مش عايزه تنعزل او تدخل في يعني بؤره او فجوه لكثير من الانعزال. فبالتالي احنا بنقول تكنولوجيات هدفها الاساسي تساعد حياتنا اللي هي حياة طبيعية اللي هي أساسها التفاعل البشري والاتصال البشري في الأساس. أنا بشكرك يا أستاذ محمد على كل التوضيحات ودايما بتفيدنا خاصة في مجال التكنولوجيا والجديد في هذا العالم. كنت معانا عبر تطبيق زوم أستاذ محمد الحارسي مستشار التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وبكده نكون فهمنا ما هذه التقنية الجديدة. بعد الفاصل مشاهدينا هنتكلم على معارض أهلا رمضان والسلع والأسعار ومدى انتشارها وكل التفاصيل الخاصة بهذه المعارض، استنونا بعد هذا الفاصل.